وكنا توقفنا أستاذ ماهر عند الفيلم أو المقطع الفيديو، ريت نشرح للسادة المشاهدين إيه اللي حصل وإيه المسيرة، وهل ده فعلا بيدل على إنه حزب الله بيقول أنا أعرف أجيبك في أي حتة، إيه بالظبط؟ هو المعادلة معقدة جدا ما بين إسرائيل وبين حزب الله، والحروب النفسية يعني جزء مهم فيها، جزء مهم وقائمة وتأثيراتها بالغة سواء على الداخل اللبناني أو على الداخل الإسرائيلي. يعني دايما بيبقى في ترقب كبير لخطابات الأمين العام لحزب الله داخل المجتمع الإسرائيلي، وبنشوف في القنوات الإسرائيلية ندوات ومنتديات تحلل الخطاب وأدبيات الخطاب ومدى الجدية في التهديدات أو الوعيد وما شابه. حزب الله بعد الحرب العام 2006 اللي كانت بين إسرائيل وبين حزب الله تمكن من إنشاء قاعدة عسكرية أو ترسانة عسكرية حديثة ومتطورة تتماشى مع سباق التسلح أو مع الحروب الحديثة اللي هي بتستخدم المسيرات، لأن حتى المسيرة اللي ضربت الضحايا الجنوبية اليوم مسيرة بدون طيار أطلقت عدد من الصواريخ، فده نوع في تطور حقيقي في الصراعات. يعني مسيرة ما فيش طيار ما فيش أي خطر بشري، أهدافها محددة اللي هو حادث مجدل شمس ولا حاجة تانية اللي حصل النهاردة في الضحية الجنوبية فبالتالي حزب الله امتلك عدد من المسيرات. يعني طبعا طب امال ايه قصه الفيديو ده بقى يا فندم؟ مسيره يعني اطلقها حزب الله نجحت في اختراق القبه الحديديه الاسرائيليه وصورت غرفه صاروخية وصورت الاسرائيليه وصورت احداثيات مهمه ومعلومات مهمه من الداخل الاسرائيلي وحزب الله، بس مقاطع منها حتى يثبت لأ لأبيب شخصي يعني طبعا من داخل العمق الإسرائيلي. كل إسرائيل بالمناسبة إحداثيات مهمة يعني لا تتميز تل أبيب عن أي مكان في إسرائيل. طبعاً في حالة نشوب حدود ملتهبة دائما، في حالة نشوب هذه الحرب أي مكان في إسرائيل هو يعني جبهة عسكرية وخطر حقيقي للمجتمع الإسرائيلي، لأن إسرائيل متلاصقة جدا مع لبنان. لكن الملاحظة اللي برضو يجب أن نتوقف أمامها اليوم أن بصرف النظر عن القيادي في حزب الله تم اغتياله أو نجحت إسرائيل أو لم تنجح، ده يؤكد أن هناك دقة في المعلومات تتمتع بها إسرائيل، هل من خلال الذكاء الاصطناعي، هل من خلال شبكة العملاء اللي بيمدوا إسرائيل بأحداثيات حقيقية. لأن الضحية الجنوبية، وأنا كان لي طبعا الحظ أن أنا زرتها وتجاولت فيها من واقع خبرتي في لبنان، وحرت حريك شارع، يعني رحت المكان ده لأن طبعا ده المكان اللي فيه مراكز القيادة اللي تتبع حزب الله، يعني المركز الإعلامي، المسجد الرئيسي اللي بتقام فيه الصلاة، حتى كان المنزل اللي بيقيم فيه السيد حسن نصر الله وعدد من قيادات الحزب. معنى أن إسرائيل في السابق يعني قبل شهور نجحت في اغتيال أحد قادة حماس داخل الضاحية الجنوبية، وحددت الطابق الذي يقيم فيه بدقة والصاروخ أصاب هذا الطابق، قلنا ده طبعا معلومات متقدمة جدا. اليوم إسرائيل يعني توجه ضربة داخل الضاحية الجنوبية لمبنى من 8 طوابق بهذا الشكل، معنى ذلك أن هناك قاعدة معلومات لديها، وده الخطورة التي يواجهها حزب الله. وبالتالي الصراع زي ما قلت لحضرتك صراع قائم على الحروب الحديثة. إسرائيل لا تتحرك بريا في الصراع مع لبنان، إسرائيل تعتمد على الطيران بشكل أساسي، وطبعا كان في السابق طبعا تستخدم الطائرات التقليدية الحربية، الآن طبعا لديها قدرة أن تستخدم مسيرات بدون طيار.